السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ احترافي مع نعيمة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي هو الفقاس بالكركاع. كيجي بنين بزاف ومقرمش، والصراحة بمكونات قليلة ما فيش بزاف المكونات وسهل في التحضير. بغيا توجدوه تبعوا معايا المكونات. عندي هنايا 800 غرام ديال الدقيق الأبيض، نوع ممتاز. عندي هنايا جوج طاسات ديال الياغورت عبرت بهم الزيت تقريبا زلافة، نفس العبار باش عبرت السنينة. جوج طاسات ديال الياغورت هاهي زلافة. عندي هنا قبيصة ديال الملح، 120 غرام ديال الكركاع، واللي عنده كتر يديرو، اللي عنده قل يديرو ماشي مشكل، لأن حتى هي كتجيب 200 غرام، ولكن بالنسبة كل واحد اش عنده صافي. أنا استعملت 120 غرام. ثلاثة ديال البيضات وطاس ديال الياغورت فاني. عندي هنايا خمارة من فئة 7 غرام، واحد فانيا حتى هي من فئة 7 غرام. نبداو بالطريقة على بركة الله. كناخد البيض، كنزيد قبيصة ديال الملح، كنبدا نخلط، نزيد سنيدة، كنخلط ديك البيض وسنيدة، مزيان تقريبا حتى كندمجك سنيدة مع البيض. السنيده تكون شويه رقيقه، ما ديروهاش غليظه. كنضيف الزيت، وانا كنزيد في الخلط. كنزيد الياغورت، دغيا كيوجد الفقاس دغيا صراحة ما كيتعطلش بزاف. وكيجي بنين بزاف صراحة، كيجي بنين، كيعجبني أنا هذا بزاف على داك لاخر. هذا غير كيتسالى ليا، كنموت كنديرو، كنعكش عليه، كنضيف الكركاع هاو راني هرمشتو. كتهرمشو غير في الا ماشي ديال الكهرباء، انا رمشتو هي الالة ديالها كاينة تما، رمشتو فيها. حل ليا كرطا، صافي كنزيد فانيليا. دابا غنولي نضيف الطحين شويه بشويه. دابا كنضيف الطحين شويه بشويه، وغنشوفو القياس واش 800 غرام ولا اكثر او قل، لان كتبقى على حساب نوعية ديال الدقيق، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. كنزيد مع كنضيف شويه بشويه، ما يجيكمش الفقاس جاري وما يجيش كاصح.
هي اللي دابا كملت 300 غرام كامله داك صيتها كامله ما شطت حاجه. وعلى حساب الطحين كل واحد شحال الا كان تحطو في الطحين كيشرب راه غادي تهز لكم قل، ولا ما كانش كيشرب راه غتهز لكم تقريبا شويه. المهم على حساب الطحين 800 غرام ها هي راه ما شطت حتى حاجه. صافي غندوز دابا نشكلو. غادي نحاولو نديرو غنصايب تقريبا واحد خمسة ديال لي باطوني. تقريبا غيجيو لنا ستة. ستة ديال لي باطوني غيجيونا. عندي انا واحد الزين جديد تبقاو معايا حتى الاخر وغنوريكم الزين ديالو. هما كيجيو دي باطوني غير صغيرين. صافي انا كملتهم والصراحه ما صايبتش حتى ديال لي باطوني. صافي خمسه قديتهم صافي خمسه باش كيجوني في اللاطا. وصايبت بيضه مع شويه ديال الخل وقهوه سريعه الذوبان. واللي ما عندوش قهوه سريعه الذوبان يدير غير الكاكاو. صافي بقى ندهن وندهنهم كاملين. كندهن انا المره الاولى وكنعاود نزيد المرة الثانية كنعاود ندهنهم باش كيبقى شاد فيهم داك كيبقاو كيعطيو داك اللون غامق. كنعاود عاوتاني ندهنهم مرة أخرى. وهاد الفقاس من الأحسن ملي تبغيو تدخلو الفران حاولوا تخليو الباب مفتوح واحد الشوية باش ما كيتفرقعش لكم ويكون الفرن بارد. انا بدل ما غادي الفكره ديالي الصراحه بدل ما غادي ندير انا مزوقه بالفرشيطه ولا شي حاجه فكرت غندير له اللوز افيلو من الفوق. هانتوما كيجي الشكل الجديد وزوين. انا هذه الفكره ديالتي كنت جالسه وانا نفكر. كنت صراحه صايبتو دابا هادي راه كنت درتو دابا وقيلا شي 6 سنين كنظن. دابا هكا كنت كنخدم هكا طلبات للناس وفكرت كيجي غزال في المنظر في كلشي اللي كتقطو كيجي غزال من الفوق. ودابا الصراحه بغيت نشارك معكم هاد الفكره. اللي بغى يصايب هاي صايب هاد ما بغاش هو حر في الاختيار ديالو. هو كيعجبني كيجي زوين هكا. صافي دابا انا كملتهم هانتوما كملتهم غندخلهم الفران. غيكون بارد شويه يكون بارد
وعاد نشعلوا عليه العافيه، وتحاولوا تخليوا الفران شويه مشعول شويه محلول عفوا باش ما تفرقعش ليكم الفقاس. صافي عاد نرجع معاكم. انا رجعت لكم بعد ما طاب الفقاس، ها هو ده انتما شفتوا فهمتوا، كل طاب ما مشكوك ما حتى حاجه، كله هانتوما مشكوك شبع نهائيا. دابا غنبداو نقطعو فيه، هانتوما تحاولوا شويه هانتوما. الصراحه ما كيجيش فيه الكسور، هانتوما ها هو دا. غادي نبقى حتى نقطع نكمل كلشي ونرجع معاكم. صافي هذا هو الفقاس، ها هو دا كملتو تقطع هاهو كيجي. هادي الكميه اللي كيخرج. دابا غادي ندير الفران تيتحمر ونرجع لكم في الشكل النهائي. هذا هو الفقاس، هاهو دا طاب بالكركاع، ها الشكل ديالو كي كيجي. نتمنى من الله إلا عجبكم الفيديو ما تدخلوش ليه غير لايك، واللي أول مرة يشوف القناة يضغط على الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو الجديد. وكنتظر منكم تعليقات، لأن التعليقات ديالكم كتهمني وكتحفزني باش كنزيدكم الجديد. بالصحة والراحة.